بعض الامور الاخرى اللي هنتكلم عنها فعلا انه ربما تكون يعني رب ضاره نافعه، محدش يعرف. والنادي الاهلي دايما التحديات بتزيده قوه، والنادي الاهلي دايما بنقول ان كل نجومه مهما تاثر باصابه او غياب اي لاعب. اعتقد يا محمد ان احنا التاريخ بيؤكد ان النادي الاهلي قادر على التعامل مع اي مواقف صعبه واستثنائيه، وبيكون كمان في افضل حالاته في المواقف الصعبه. التاريخ في النادي الاهلي بيؤكد هذه المقوله بالفعل. الناس تتذكر نهائي افريقيا بين الاهلي والصفاقسي التونسي 2006، وكيف كان لدور محمد عبد الله في قياده الجبهه اليسرى في فريق النادي الاهلي دور كبير جدا. التاريخ بيعيد نفسه من جديد، الاهلي للمره اقول ايه الثانيه او الثالثه او الرابعه بيخوض مباريات نهائيه دون اهم او احد اهم لاعبيه في الختام المباريات النهائيه، لكن دائما الاهلي المقوله الاساسيه الاهلي بمن حضر. محمد عبد الله شارك في 2006 امام الصفاقسي التونسي ويتالق بشكل كبير في مركز ليس كان في مركزه عندما قاد الاهلي ساعتها مانويل جوزيه المدير الفني. فبالتالي عندنا القدره ان شاء الله مع باتريس كارتيرون ومحمد يوسف والجهاز المعاون ان هم يقدموا مباراه كبيره جدا. عندنا امكانيات متميزه في العديد من اللاعبين، صلاح محسن باذن الله ومروان محسن هيكون عندهم القدره ان هم يقودوا خط الهجوم في هذه المباراه. طبعا الغيابات للاسف كثيره، ليس الغياب فقط في وليد ازارو، لكن ايضا كمان بتفتقد اهم طرفي الملعب احمد فتحي وعلي معلول جونيور جاي منذ اصابته السابقه الطويله. وبالتالي ابرز اربع خمس لاعبين في صفوف فريق النادي الاهلي مش موجودين في هذه المباراه، لكن مع ذلك الاهلي بمن حضر والجهاز الفني قادر على الخروج بنتيجه جيده، ولدينا ثقه كبيره جدا في لاعبي النادي الاهلي. ومن اليوم خلاص من هذه اللحظه كل هذه الاخبار زميلي محمد يعني المتعلقه بالعقوبات والقرارات دي كلها قرارات اداريه، لكن الجهاز الفني واللاعبين هناك غلق تام على الفريق، هناك طاقه ايجابيه كبيره جدا داخل صفوف الفريق لخوض هذه المباراه الهامه. فرصه طيبه جدا لكل لاعب ان هو يعبر عن نفسه ويعبر عن امكانياته، وفي نفس الوقت يكون في مسؤوليات كبيره جدا لدى كل اللاعبين عشان يخرجوا بنتيجه جيده، نتيجه تساعد ان شاء الله النادي الاهلي على الفوز بهذه البطوله، لان حلم كبير جدا للاداره والجماهير والجهاز الفني واللاعبين. وعلى مدار هذه البطوله لو نتذكر كل المباريات غياب شريف اكرامي دون اي اسباب، غياب جماهير النادي الاهلي عن مباراه وفاق ستيف دون اي اسباب، بالتالي غيابات اخرى في مباراه النهائي، لكن ان شاء الله الاهلي قادر بالطاقه الايجابيه وقدرات لاعبيه وتحمل المسؤوليه لدى الجميع ان يقدم مباراه كبيره جدا. ودي الرساله المهمه جدا توصل للعيبه والجهاز في التوقيت الحالي دون النظر لاي تفاصيل اخرى قد يكون الجانب الاخر عايز ان احنا نتحدث فيها كتير عشان يشتت ذهننا او ياثر نفسيا على اللعيبه في هذه المباراه. فبالتالي عندنا ثقه في اللعيبه والجهاز الفني هيقدروا يلعبوا مباراه جيده جدا، هيقدروا يلعبوا مباراه كبيره جدا. الاهلي يستطيع الفوز على الترجي في رادس للمرة الخامسة أو السادسة على التوالي خلال الفترة الأخيرة بروح الفانيلة الحمراء زميلي محمد. نعم أنا متفق معاك تماما، وكمان احنا بس عايزين نضيف اسم للأسماء المتميزة جدا اللي غائبة عن الفريق، لكن إن شاء الله هو من الحاضرين في هذه المباراة بإذن الله يكون في أفضل حالاته البدنية والفنية والذهنية. ودايما لازم نضع هذا الاسم لما بنتكلم زي ما قال محمد سعيد عن افضل العناصر وابرز العناصر، هو نجم النجوم طبعا طول الفتره اللي فاتت، هو اللي فاضل اسمه على كل وسائل الاعلام الرياضيه وكل الاراء في الشارع الرياضي والكروي في مصر، النجم وليد سليمان. بنتمنى له يكون على نفس مستوى ادائه غير العادي، ادائه المتميز جدا والاستثنائي في الفتره اللي فاتت، مش بس مباراه الترجي في برج العرب، وهو طبعا بهذا التحدي وبهذا التركيز وانه كل فتره بيزداد مستواه الفني والبدني وبيعلو كيرف أداؤه في الملعب أو منحنى أداؤه بشكل بيقول بيخلي فيه تساؤل في الشارع الرياضي كله، مش بس على مستوى جماهير الأهلي، على مستوى جماهير مصر كلها تتساءل عن أحقية هذا النجم في التواجد في منتخب مصر خلال هذه المرحلة للصالح العام، لأنه بإجماع الآراء الفنية هيكون إضافة كبيرة مع النجوم المتميزين الموجودين في منتخبنا.